اليوم غادي نشوفوا المتجانسات. هذا درس اللي شفتوه في السنة الخامسة بشكل مستفيض، شرحناه، موجود في القناة أيضا اللي بغي يطلع عليه. هنشوفوا تاني اليوم المتجانسات، يعني اللي عندهم نفس النطق نفس الصوت كتسمعوا، ولكن كيتكتبوا بشكل مختلف وعندهم معنى مختلف. مثلا عندنا أ مع أ، أون مع أون، سون مع سون، اي مع اي، سو مع سو، لا مع لا، او مع او. كاين وحدين اخرين مثلا سي مع سي، كان مع كان، لور مع لور، بو مع بو. كاين مجموعه من المتجانسات انت كتعرف عليها من خلال السياق اللي كاين في الجمله. الجمله كتعرف شنو ينافيهم اللي كان دي مقصوده واللي خصك تكتبها. نشوف الامثله. J'observe et je découvre. Il a mal au ventre. هو ضراح كرشو. Il va à l'hôpital. هو سيذهب إلى المستشفى. إذا كتلاحظوا بأن هذا أ إلى يعني عنده ما ألم في البطن، عنده يعني verb avoir. هنا va à l'hôpital، إلى المستشفى. إذا كي كديروا نتعرفوا مثلا كيحط لك خاوية كيقول لك دير لي أ ولا أ، كي كدير تعرف عليها من خلال السياق. ما نقولوش il a mal، هو غادي إلى وجع في كرشو، صحيح. ما نقولش il va à عنده سبيطار. إذا لما حساب السياق هو اللي كيوضح لك إن هي فيهم اللي غتصلح من لي زوموني. لا فخاز بيش كتقول on leur donne des médicaments، كنعطيوهم هم كنعطيوهم أدوية. des médicaments car حيت ولا لأنهم ils ont حيت عندهم بذاب avoir out mal وجع بألم au ventre في البطن. إذا هنا on c'est un pronom personnel اللي كان نقدر نعوضه بإيل ولا بآل، فهمت؟ وهنا أورا سي لو فيرب أفوار، سي لو فيرب أفوار في تخوازيام بيرسون دي بلوريال. مثلا إيلزون إيلزون. ندوزو هنا إيلسون غيري دو لوغ مالادي، هم تشافاو من المرض ديالهم، هم تشافاو من المرض ديالهم. إيلسون غيري دو لوغ مالادي، هذا سون راه لو فيرب إتر la troisième personne du pluriel. La phrase D, neuf notre, ils sont, on a son corps. C'est un, non, c'est un déterminant possessif. Son corps, son stylo, son cartable, dielo, jesed dielo, jism dielo, son corps est fort. Jesed ou kawiyun, est fort, ou kawiyun, jesed dielo, kawiyun. Le verbe être. Il fait du ski et de la natation. Elle dit bhal waf le français. Der kaydir ski ou kaydir la natation السباحة. Ski ou tazalluj ou السباحة. Hadi wa bhal harf atf. Idir hadi ou hadi. Ou hadi le verbe être. Lakin bjouj ma kaytnitqou b nafs hadi ou aghlabiya kaytlqa عندكم fi mushkil kaaref wach yektb hadi ou la hadi. Hada raha verbe ou hadi raha ghir adat dial rabt. Son قلنا مع الصون اي مع اي، نشوفوا الفرق بيناتهم. الجسد ديالو قوي لانه كيدير التزلج وكيدير السباحه. ندوزو للجمل الاخرين. سو مسيو سو سون مال. سو يعني بحال كتقول اسم اشاره اللي كاينه في العربيه. سو مسيو هاد السيد، هاد السيد سي ان ديتيرمينون démonstratif. Il démontre qui vous rien. Ce monsieur qui vous rien, qui vous chire, il est ici. Ce monsieur, ce sont. Had ce, had er que tu connais, mais les verbes pronominaux. Se sentir, you hiss bi alam. Il y a qui hiss bi alam. Il had ce, mais de ta'ala, qu'il had ce, ou qu'il y a qui juge bhal bhal. Où se trouve la pharmacie? Aïna tu jadou? As-saydaliya? Aïna? Où? Il y a droit, il y a le lieu, le mekan. Dois-je, est-ce que le verbe devoir, wash khas ninshri, dois-je acheter, wash khas ninshri, le verbe devoir, wash khas ninshri, siro, des siro, ou, des ou, des l'khtiya, al-qaitiya ou al-qaitiya, al-rabe, al-fakhams, al-tet, ou, hadi, des l'khtiya, wash ninshri hadi, ou la hadi, wash nakul, nshrab l'hlib, ou la atay, wash nmshi مثلا الساحه ولا نمشي للقسم. اذا اختيار او ديال لو شوا، اختيار ما بين هذا واش نشري السيرو ولا نشري الكينه دي كومبريمي كونتر لا تشو، هي الكحه كتسمع هذيك هي لا تشو. اذا
شنو كان كل حاجه، واخا نفس النطق كل حاجه كتعني، وعلى حسب السياق يحطوا لك بجوج مثال يقول لك واختار لي لومونيم كي كونفيان، يعني المناسب لهاد البلايص الخاوي، النقاط يدير نقاط، وانت على حسب السياق غادي تحط ذاك لومونيم. قالك رشيد فا على لا كلينيك، رشيد كاين غادي للكلينيك، غادي للمصحه، سي لا كو سا كوزين مالاد اي اوسبيتاليزي، تما فين بنت خالته ولا بنت عمته ولا بنت خالو ولا بنت عمو، يعني لا كوزين كتجمعهم كامل في فرنسا، تما فين كتتعالج اوسبيتاليزي، هي كتتعالج هاد بنت خالته ولا بنت عمته اللي مريضه كتتعالج، لا يعني كتعني المكان، كتشير الى واحد المكان، هنا لا كلينيك هذا، هذا واحد ديتيرمينو، فهمت؟ هنا ديتيرمينو يعني معرفه، يعني كتقول معرفه ماشي نكره، لا كلينيك ماشي اون كلينيك، واحد المصحه هنا كتعرفها لا كلينيك، هذيك المساحه كنقولوا ديتيرمينو ديفيني ولا انديفيني، معرفه ولا نكره، واش معروف ولا غير معروف، انديفيني. ندوزو الاسئله. قال لك سيدي جو مانيبول اي جو ريفليشي، قال لك سيدي اوبسيرف اي لي لي فراز، قريناهم، لي لا فراز ا كو ريماركتي، نقراو لا فراز ا، الى مال او فونتر il va à l'hôpital، يعني ديك ا او ا. اذا شنو كنلاحظوا بانهم كتبوها هنا، نجاوبوا السؤال هنا بطبيعه الحال، نتهنى لك شنو لاحظتي، يلا قولوا لنا شنو لاحظتوا، نقولوا بان لي دو، لي دو ا، لي دو ا وات بجوج سو برونونس ينطقون de la même manière، بنفس الطريقه ولا de la même façon، دي بغيت ديرها ديرها de même manière. تقول له بان بلا ما نطول، تقول بان لا بروميير ا سي لو فيرب افوار، لا دوزيام ا افيك اكسون سي اون بريبوزيسيون، الاولى حنا نكتبها باختصار ا فيرب افوار، الثانيه بريبوزيسيون، بريبوزيسيون. ندوزو ل ندوزو السؤال الثاني، اش كيقولنا؟ قالنا سيدي السؤال الثاني، قالنا باكوا بوتون رومبلاسي او دون لا فراز اف، لا فراز اف ارجعكم ليها، هي لا فراز اف سكي، او سو تروف لا فارماسي، اين توجد الصيدليه، دواج اشتي دي سيرو، او باش نقدروا نعوضوا هاد او، راه انتما قريتوها في خمس بزاف المرات، نقدروا نعوضوها او بيان، او بيان، ولكن ما نقدروش نقولوا هنا او بيان سو تروف، لا هنا نقولوا اشتي دو سيرو او بيان دي كومبريمي، اذا نقدروا نعوضوها او بيان، نقولوا اون بو رومبلاسي او بار او بيان، ما ملاقيينش او بيان. ندوزو السؤال ثلاثة، السؤال ثلاثة اش كيقول لك؟ لي لا فراز جي، نمشيو لا فراز جي، رشيد فا ا لا كلينيك، سي لا كو سا كوزين مالاد اي اوسبيتاليزي، قال لك كيلي لا ديفيرونس اونتخ لي مون كولور، هاد الكلمة الملونة وهاد الكلمة الملونة شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق تو سامبلومون سي لاكسون، لا ديفيرونس ما قالك تقول لي شنو هي الدور هادي ولا شنو هي الطبيعة هادي، قال لك شنو الفرق؟ الفرق هو لاكسون، نكتبها كيما هي، لا ديفيرونس entre les mots en couleur et كتبان لكم ندوزو لتحت et l'accent، يعني الشرطه اللي فوق هاد لا هاد ا الثانيه. ندوزو السؤال الرابع اش كيقول؟ repère les couples de mots qui ont la même prononciation، خرجنا هادوك لي كوبل دو مو اللي عندهم نفس النطق، كاع اللي هضرنا عليهم هما اللي تنعاودوهم، ا مع ا، دي موراها اون مع اون، موراهم سون مع سون، موراهم اي مع اي، موراهم سو مع سو، موراهم او مع او، واخيرا لا مع لا.
كيهضروا اللي كاينه في هاد الامثله اللي عطيكم، ماشي تجيب من راسك بزاف اصلا. السؤال خمسة اش كيقول؟ اونتي لا ميم اورتوغراف، واش كيتكتبوا بنفس الطريقه؟ هتقول له بيان سيكو نو 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 با لا ميم اورتوغراف، نو il non pas la même orthographe. السؤال ستاش كيقول que désigner là dans la phrase j'ai هاد لا هادي، اش كتحدد لنا؟ كتحدد لنا مكان، ان اندرويا لا dans la phrase j'ai، ممكن نزيدها ما بغيناش نطولو، désigner يعني تشير لواحد ان اندرويا ولا ان ليو، مثلا ان ليو مكان، هو اللي هو شنو لوبيتال اللي كتدار اللي هو السبيطار، واضحة؟ ندوزو لهاد جو غوتيان اللي عندنا لتحت باش نحاولو نفهمو شنو كيقول لنا جو غوتيان. قالك لي زومونيم المتجانسات سون دي مو، هما كلمات مالهم كي اون لا ميم برونونسياسيون، يعني عندهم نفس النطق، مي ولكن كي نو ما عندهم ني لو ميم سونس، ما عندهم لا نفس المعنى، لا نفس الكتابه يعني نفس الحروف، ني ني لا هادي ولا هادي، ني لو ميم سونس ما عندهم لا نفس المعنى، ني لا ميم اورتوغراف لا نفس الحروف كيتكتبوا بهم. لي زومونيم لا نفس الاملاء، مثلا لي زومونيم المتجانسات سون نومبرو، هم عديدين بزاف كثار. اون فواسي كيلكو زان، كاين ها هما شي وحدين منهم، مثلا ا مع ا، او مع او، سون مع سون، اي مع اي، لا مع لا، او مع او، سي مع سي، لور مع لور، كان مع كي، بزاف ديال بو مع بو، ممكن نزيد شحال ما بغيتي. المهم الاساس هو انهم يكونوا كيتنطقوا بنفس النطق وما كيتكتبوش نفس الكتابه وما عندهمش نفس المعنى. اذا ندوزو للتطبيقات صفحه 123. Je m'entraîne. Clic complète. Ça va complète. Admin. Les phrases. Le jumel. Le jumel. Le faragat. Comme le homme. Bêche. Ce ou la. Ce. A ou la. A. E ou la. E. Mais dis-je, je me rends. Qui n'a dit que c'est la terre. Ça. C'est ça. Hado. Et me dire le homme. Ou la terre. Ou le homme. Ou la terre. Mouhim. Mais tu trouves la terre. Les homonymes. Les hâtiques. Et dans le goût de ce. Hada. يعني طعم هذا الدواء اي ريبونيون، هو شنو كيفاش الطعم ديالو؟ ريبونيون مثير للاشمئزاز، ريبونيون هذا الدواء من كنذوقو الطعم ديالو كيلحمك كيشوك من كت يعني حار بزاف ولا حامض بزاف، الطعم ديالو مثير للاشمئزاز كيهربك منه. اذا شنو نديرو؟ لو دو سو اسم اشاره، هاد اي لو فيرب اتر اي répugnant. Motéchmises. Notre médecin, tabibuna, شنو dévoué ou mukhlas. Le dévouement ou l'ikhlas. Très respecté, muhtaram jidda. شنو نقولو؟ Notre médecin, شنو اي dévoué. يعني هو محترم. هو مخلص. Et dévoué, مخلص. و très respecté. اذا اصلحنا هاد او تي. هاد و اي très respecté. ندوزو للجمله الاخرى. كيوك لو مالاد مالو، لو مالاد ا هو عنده، هو ا لو فيرب افوار ا المريض ا دي دولور الام، الام الا يعني في ديك البلاصه عنده الام، انا نشوفها هنا بلاصه اللي في الجمله. لو مالاد ا دي دولور عنده الام ا لا تيت في الراس. وشنو اخر؟ قال لك او دون، يعني كاينه خصنا نديرو العطف يعني اي اي او دون، هو في الاسنان عنده لو مالاد ا افوار فيرب افوار دي دولور الام فيش في الراس وفي الاسنان. ندوزو للثمانيه، سؤال الثمانيه اش كيقول لنا؟ بار لو مو كي نو كونفيان با، شطب لنا على الكلمه غير مناسبه. قالك لو مالاد اي اليتي، لو مالاد قال لك اي اليتي، المريض طايح شاد الفراش، لو لي هذا لو لي يعني شاد الفراش، اليتي يعني مجبد. لو مالاد اي اليتي، هنا لو فيرب اتر ما نديروش هو المريض هو شاد الفراش، ما يمكنش. اذا عن باري واللي ما صالحناش هي هذه مسكينه على الطير.
le malade est alité. هنا قال لك je vais me faire vacciner. غادي نمشي ندير تلقيح. فين؟ À l'hôpital. ما عنديش le verbe avoir. نديرو هاد préposition. هي اللي صحيحة. إذن هذا le verbe avoir مسكين عيطير. Je vais me faire vacciner. فين؟ À l'hôpital. في المستشفى. ندوز اللي موراها. اللي موراها شنو هي؟ La phrase C. On ou on prend soin de son hygiène corporelle. خلينا ناخدو احتياطاتنا ولا كنتهلاو في النظافة ديال الجسم ديالنا الهيجين كوربوريل. اذا اون برون ماشي هذه رخصها بحال خصنا نديرو ايلزون شي حاجة. اذا هذه بعدا اون برون سوان بحال ايل برون سوان هذه عطير لو فيرب افوار ثوازيام بيرسون بلورييل تحيد اون برون سوان يعني كنتهلاو فياش في النظافة ديال الجسد ديالنا. فراز دي كيف كاسيدي son tricot est propre. واش غنديروا هاد son ديال la possession ديال التيلك يعني التريكو ديالو واش هادي ولا هادي التريكو ديالو هضر على لو فيرب اتر اذا ما صارحش son tricot التريكو ديالو نقي واضحه. هنا il est guéri هو شوفيه ما عنديش هو وشوفيه لا اذا هادي ما صالحاش لو فيرب اتر il est guéri هو شوفيه. هنا او ديال المكان و ديال الاختيار وتابع معايا مزيان. وهنا ا لو فيرب افوار و ا ديال الى لا بريبوزيسيون. وهنا ثاني كما قلنا او ديال المكان و ديال الاختيار. ياك سيدي او سو تروف لوبيتا فين كاين السبيطار واش نديرو واش ندير الاختيار ولا ندير المكان طبيعي بحال المكان هذه مسكينه عطير ما كنختارو حتى حاجه انا كنسول على البلاصه المكان اذا نخليها او ا غابا و اصالي أو ما عنديش لو فيرب أفوار غنديرو أ في الرباط أبخي بوزيسيون إذا هادي أصالحة أغابا أو سالي في الرباط ولا في السلة إذا اختيار هذا المكان غيمشي بحال هذا كنختارو ما بين الرباط أو سلة أو هاد أو كتعني أو إذا في الرباط أو سلة هاد السبيطار لكن واش في الرباط ولا في السلة أو إذا هادي اللي صالحة قالك لو ميدسان غوندرا فيزيت الطبيب غادي يزور أ فيزيت أ شنو واش لا مالاد ولا ولا المكان مالاد ماشي المكان اللي مريض لا مالاد المريضة إذن هذه ما صالحاش. الميدسان غوندرا فيزيت أ لا مالاد إي لوي دونغا وغادي يعطيها سون تخيتمون يعني الفحص ديالها العلاج داك الدواء اللي عتبع لو سون تخيتمون أ سو مومون يعني هذه ما صالحاش في هاد اللحظة أ سو مومون لا يعني هذه ما صالحاش أ سو مومون لا. ندوزو دابا جو مي فاليو سؤال تسعود نفس الشيء ونفس المبدا يقول لك غتحط لي زومونيم في بلاصه الخاويه يعني غتحاول تميز من خلال السياق شنو لومونيم اللي عيصلح يا كومبليت لا فراز افيك عندك سون وعندك سو وعندك سون وعندك اي اون او اي لا او اون لا سو غنشوف. اذا هنا بونطالون شيميز نقولو بروبر هنا ني شي حاجه تقدر دير سو بونطالون اي سا شو ولكن لا هنا غتقول لك سا سا اذا غتصلح لنا سون سون بونطالون ما نقدرش نقولوا هاد السروال وقميجتو ما راكباش سروالو وقميجتو اي سون بونطالون اي سا شيميز سون بروبر فيرب اتر سون بروبر فهمتوا كنت ممكن ندير سو بونطالون ولكن ملي لقيت هاد الصا صافي مابقاش. اذا عاد تبقاو تشوفوا عليه لو بير يبين لكم شنو اللي يصلح هنا واش هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا صافي السياق لا فراز باش كتقول لنا ا مونجي دي بلا ديليسيو نكلو اطباق لذيذه لي كويزينيي شوازي دي ليغيو فري يعني الطباخين اختاروا خضر طازجه ولا طريه شنقولوا اون ا مونجي حنا كلينا On a mangé des plats délicieux. Atbak le dida. Les cuisiniers ont le verbe avoir. On, khtaro, les cuisiniers jamais ont choisi des légumes frais. La phrase c'est je vois ce que tu veux non. Se trouve trousse du médecin dont il y a la chenangour. Où ben là où se trouve il y en a qu'un souhait. Où aina où se trouve chenangour. لا تروس تروس يعني المقلامة كي حط فيها داكشي ديالو اما السماعة ديالو او سو تروف اين توجد لا تروس ديك المحفظة الصغيرة دي ميدسان ديال الطبيب
شناجاوب شناتقول له دون سون بلاكار في خزانته دون سون بلاكار. ندوزو لا فراز دي فراز دي كيقول لك ميديكامون فون اون فارماسي. اذا انا اش غتصلح لنا غتصلح لنا سو ميديكامون سو ميديكامون هاد الدواء يباع سو فون ان فيرب برونومينال سو فون يباع اون فارماسي في الصيدليه. هنا الاثنين سي لو جور لاندي سي لو جور او يعني اليوم اللي كتوقع فيه الزياره لا فيزيت ميديكال الزياره ديال الزياره الطبيه اللي مبرمجه في اي بروغرامي. لاندي سي لو جور او لا فيزيت ميديكال اثنين هو النهار اللي مبرمجه فيه الزياره الطبيه مبرمجه فيه الزياره الطبيه. هنا قال لك اكري 3 فراز كتب ثلاثه ديال الجمل ما كتبها لكمش وكتب ثلاث جمل افيك شاكين دو هومونيم في كل وحده فيهم يكونوا جوج ديال هاد المتجانسات. عندك هنا سون مع سون وعندك سو مع سو وعندك لتحت او مع او ما نوصلوا ليها غنديروها. اذا سون مع سون انا نختار لكم مثلا son père et sa mère sont guéris يعني شفاء من الماب ديالها من السبيطار. son père ديرو ماجيسكيل son père اي sa mère الاب ديالو والام ديالو ها سون الاولى خدمناها sont guéris le verbe être sont guéris. ندوزو للثانية ce مع ce شنو نقدر نقول ce sac se porte ce sac هاد الساك se porte مثلا ادو يعني في الدار بهذا لي ساك ادو ولا se porte à la main ce sac حنا درنا هاد سو هادي se porte à la main لا كيتهز في اليد كيدار في اليد. ندوزو الأو مع أو مثلا أو أين أو أبيت تي مثلا أ فاز أو أ مكنس مثلا فاز او امكنس هما بجوج خدمناهم ها هي الاولى وها هي الاولى وها هي الثانيه. فين ساكن واش فاز او مكنس انتهى الدرس.